الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا وحضورنا الكريم، نرحب بكم جميعا في نادي السباق والفروسية. سباقات الأسبوع الماضي كان أولها يوما مميزا لكل من الخيال جيفرسون سميث والمدرب أحمد قباسي بإحراز كل منهما فوزين في نفس السباق. وشهد الشوط الرئيسي على كأس رأس لفان استمرار الجواد إكس فورس ملك الثمامة ريسينج في الفوز في جميع مشاركاته، فظفر بالكأس بإشراف المدرب إبراهيم السعيد المالكي وبقيادة الخيال
توماس لوكاسيك. وفي اليوم التالي كانت الثنائيات من نصيب الخيال ماركو كازامنتو والمدرب جاسم الغزالي. أما الشوط الرئيسي فكان للجواد سيرمن ملك أحمد حسن الملك جهني الذي زاد من سرعته ليتجاوز منافسيه ويحرز فوزا مريحا بكأس الوعب بقيادة الخيال هوغو بنييه وبإشراف المدرب حمد جهني. استمرت الانتصارات المتعددة في السباق الثالث، انتهت في الشوط الرئيسي عندما أثمر تعاون سفيان سعدي مع المدرب زهير محسن عن تفوق وفوزها بكأس مرمي. نرحب بكم متابعينا في السباق 29، يتألف من 7 أشواط أبرزها للخيل العربية الأصيلة كأس الخرارة، وبداية أشواط أمسية اليوم للخيل العربية الأصيلة المبتدئة. نرحب بكم ونتمنى لكم الاستمتاع في سباق اليوم. نتوقف معكم قليلا متابعينا وحضورنا الكريم لانتهاء آذان صلاة العصر. Good afternoon and welcome to the 29th race meeting, the Al Carrara Cup, a race for the Pure Arabian Conditioned Race, racing over a distance of 1,200 metres for a purse of 100,000 reals. Opening race of the day, the 1,200 metre Pure Arabian Maiden Plate, racing for a purse of 45,000 reals. Horse number one, AGS Saddam, owned by Ghazwan Racing, trained by Hadi Ramzani, ridden by Ibrahim Nader, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number one. رقم واحد AGS Saddam, المالك السادة غزوان ريسينج, المدرب هادي الرمزاني, الخيال إبراهيم نادر, والانطلاقة من البوابة الأولى. Two, Al Nasir, owned by Sheikh Faisal bin Hamad bin Jassim Al Thani, trained by Mohammed Khalid Lahmed, ridden by Albert Hassana, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 10. الثاني, Al Nasir, المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني, المدرب محمد خالد الأحمد, الخيال ألبرت هسانا, والانطلاقة من البوابة العاشرة. Three, Al Shikmoum, owned and trained by Safahad Mubarak Jassim Al Groun, ridden by Giuseppe Kiltoro, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 4. الثالث, Al Shikmoum, المالك والمدرب السيد فهد بن مبارك لجرون, الخيال جازبي كولترار, والانطلاقة من البوابة الرابعة. Four, Al Mashahar, owned and trained by Hamad Ahmed Hassan and Malkil Jahani, ridden by Arnaud Delapine, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 8. الرابع, Al Mashahar, المالك والمدرب السيد حمد جهني, الخيال Arnaud Delapine, والانطلاقة من البوابة الثامنة. Five, Kaid Al Swahil, Al Janam Sturge, trained by Fahad Al Groun, ridden by Adnan Hawa, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 11. Al Khamis, Kaid Al Sawahil, Al Malik Al Sad, Marbat Al Jiham, Al Mudarib Fahad bin Mubarak Al Groun, Al Khayal Adnan Hawa, Al Intilaqa Min Al Bawaba Al Hadi Ashar. Six, MIT Bughanima, owned and trained by Sinai Patel Al Taibi, ridden by Abdullah Faisal, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 13. السادس, MIT Bughanima, المالك والمدرب السيد نايف بتال العتيبي, الخيال عبد الله فيصل, والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. Seven, Shihab Al Sagab, owned by Al Sagab Stud, trained by Ibrahim Al Malki, ridden by Thomas Lukasek, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 7. السابع, Shihab Al Sagab, Al Malik Al Sada, مربط السكب, المدرب إبراهيم السعيد المالكي, الخيال توماس لوكاسك, والانطلاقة من البوابة السابعة.
8 فوز الجديد أمس الخالد علي البيدلي تريما جابر رمزاني ريدن مايت جاز كنجال and will carry 56 kilos will start out of gate number 5 الثامن فوز العديد المالك السيد خالد بن علي العبيدلي المدرب جابر ناصر الرمزاني الخيال تجاش والانطلاقة من البوابة الخامسة 9 away as Omar Khalid Mohammed Aboinane, trained by Jabir Nasser Ramzani, ridden by JP Guillaume and will carry 56 kilos. We'll start at gate number 12. التاسع عويس المالك السيد خليفة محمد البوعنين المدرب جبر ناصر الرمزاني الخيال جي بي جمبر والانطلاقة من البوابة الثانية عشر 10 AJS Hazam, Omar the Algerian stud, trained by Mohamed Hamad Alatia. Ridden by Stefan Mazur and will carry 54.5 kilos. We'll start out of gate number 9. العاشر AJS Hazam, المالك السادة مربط الجريان, المدرب محمد حمد خليفة العطية. الخيال اشتبه مزور والانطلاقة من البوابة التاسعة. 11 Kai de Soleil, Omar Khalifa Hassan Al-Jahani, trained by Mohamed Al-Ghazali. Ridden by Luca de Lozier and will carry 54.5 kilos. We'll start out of gate number 2. الحادي عشر Kai de Soleil, المالك السيد خليفة حسن الجهني المدرب محمد الغزالي. الخيال لوكا دو لوزيه والانطلاقة من البوابة الثانية. 12 Tayyar Al-Shahania, owned and trained by Hassan bin Ali Al-Matwi, ridden by Brani Al-Kharat, and will carry 54.5 kilos. We'll start out of gate number 6. الثاني عشر Tayyar Al-Shahania, المالك والمدرب السيد حسن المطوي الخيال بران الأرفند والانطلاقة من البوابة السادسة. 13 Diva de Pine, owned by the Algerian stud, trained by Mohamed Hamed Khalifa Latia, ridden by Sofian Sadi, and will carry 52.5 kilos. We'll start out of gate number 3. الثالث عشر Diva de Pine, المالك السادة مربط الجريان, المدرب محمد حمد خليفة العطية, الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة الثالثة. 13 من الجهاد العربية الأصيلة المبتدئة منافسة على مسافة 1100 متر في أولى أشواط أمسية اليوم السباق 29 المضمار. الرملي كل التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الجمهور والحضور الكريم أسعد الله مساءكم بكل خير من نادى السباق والفروسية ينظم السباق 29 على كأس الخرارة على الأراضي الرملية 7 أشواط في هذه الأمسية نبدأ والشوط الأول للجياد العربية الأصيلة المبتدئة ومسافة 1100 متر 13 من الجيات تشارك في هذا الشوط رقم 1 AGS صدام وإبراهيم نادر رقم 2 الناصر وألبرتو سنة رقم 3 أشغوم وجوسبي كورتولو رقم 4 المشهر وأرنو دولوبين رقم 5 كايدا صواهل وعدنان حوا رقم 6 أومتي بوغنيم وعبد الله فيصل رقم 7 شهاب السكب وتوماس لوكاسك رقم 8 فوز العديد وتجاش جوغلال رقم 9 عويس وجي بي جامبر رقم 10 اي جي اس حزام وشيتبان ميزور
رقم 11 كادي دوسولي ولوكاس دولوزي، رقم 12 طيارة شحانية وبيريا أرفانت، آخر الجياد رقم 13 ديفا ديبيني وسفيان سعدي. هذه هي الجياد والفرسان 13 المشاركة في الشوط الأول. كل التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين. نشاهد بدأ ترتيب دخول الجياد إلى البوابات. تنجح المحاولة مع ديفا ديبيني. هنا الجواد جي اس صدام ابراهيم نادر، عليه الجواد جي اس حزام والمشهر، عليه الجواد كيدي سولي وطيار الشحانية. ويس وهنا طيار الشحانية. تبقى اثنان من الجياد خارج البوابة غير الجواد طيار الشحانية. هنا الجواد الناصر والجواد عويس والجياد جاهزة. انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 13 من الجيادة العربية الأصيلة المبتدئة تشارك مسافة 1200 متر من وسط الجياد. كيد سولي، خليفة حسن الجهني ولوكاس دولوزي خطوة بخطوة. رقم 8 فوز العديد ملك خالد بن علي بن عبد الله العبيدلي وتجاس جوغلال. من الجهة الوسطى نشاهد مربط الجريان وديفا ديبيني. سفيان سعدي المنعطف الأول، تحركات للناصر. ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني آل ثاني وألبرتو سنة. صدارة ثنائية بين الناصر. ومن الجهة الداخلية اي جي الصدام غزوان ريسنج. الترتيب الثالث نشاهد الجواد ديفا دوبيني مربط الجريان وسفيان سعدي. 400 متر على خط النهاية. صدام اي جي اس غزوان ريسنج وابراهيم نادر. اعازات ومحاولات للحاق من قبل ديفا دوبيني، ولكن صدام محاولات للحاق غزوان ريسنج وابراهيم نادر بفارق الاربع اطوال. المنافسات على الترتيب الثاني بين ديفا ديبيني والجواد عويس. ألف مبروك. نعم الجواد رقم 1 اي جي اس صدام والغسوان ريسنج والفارس إبراهيم نادر. مبروك. Thank you.
متابعينا وحضورنا الكريم، تابعنا وإياكم انطلاقة الشوط الأول للخيل العربية الأصيلة، وصول اي جي اس صدام للمركز الأول بشعار السادة غزوان ريسينج، إشراف المدرب هادي الرمزاني وفق قيادة الخيال إبراهيم نادر. ألف مبروك أولى الأشواط للسادة غزوان ريسينج والمدرب هادي الرمزاني بقيادة الخيال إبراهيم نادر، شوط للخيل العربية الأصيلة. مبارك للسادة غزوان ريسينج، بداية ألف مبروك شوط للخيل العربية الأصيلة. اي جي اس صدام منذ بداية الانطلاقة وحتى الفوتو فينش كان المتصدر في هذا الشوط. الله يبارك فيك حصان، في شارك آخر مشاركة في بوادر أنه يفوز الحصان، والحمد لله فاز وعنده أداء إن شاء الله أكثر في السباقات الجاية إن شاء الله يفوز. يعني أداء في السباقات القادمة، ما هو الأداء الجديد في السباقات القادمة أو ما هي الأشواط الجديدة لإي جي اس صدام؟ إن شاء الله في أشواط كثيرة، في أشواط في سيف الأمير وفي إن شاء الله، والله يبارك لنا إن شاء الله. ألف مبروك الفوز. إن شاء الله، الله يبارك لك. متابعينا أولى الأشواط لصالح السادة غزوان ريسينج، المدرب هادي الرمزاني وبقيادة الخيال إبراهيم نادر عبر الجواد إي جي اس صدام. المراكز الخمس المتقدمة الأولى مع الزميلة شان. And the official results for the first race of the day, the winner horse Mawon AGS Saddam, owned by Ghazwan Racing, trained by Hadi Ramzani, ridden by Ibrahim Nader. Second horse number 13, Diva Dupin, owned by the Algerian stud, trained by Mohamed Hamad Khalifa Latia, ridden by Sofia Ansadi. Third horse number 11, Kai de Soleil, owned by Khalifa Hassan Al-Jahani, trained by Mohamed Al-Ghazali, ridden by Luc Hadlozier. Fourth horse number 4, Al Mashad, owned and trained by Mohamed Ahmed Hassan Amar Kiljahani, ridden by Anna Delapine. And in fifth place, horse number 7, Shihab Al Segab, owned by the Al Segab stud, trained by Ibrahim Amalki, ridden by Thomas Lukasik. هذا
انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 13 من الجهة العربية الأصيلة المبتدئة تشارك مسافة 1100 متر من وسط الجياد. كيد سولي، خليفة حسن لجهني ولوكاس دولزي خطوة بخطوة. رقم 8 فوز لعديد ملك خالد بن علي بن عبد الله العبيد وتجاس جوغلال. من الجهة الوسطى نشاهد مربط الجريان وديفا ديبيني سفيان سعدي المنعطف الأول. تحركات للناصر ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني آل ثاني وألبرتو سنة. صدارة ثنائية بين الناصر. ومن الجهة الداخلية اي جي الصدام غزوان ريسنج. الترتيب الثالث نشاهد الجواد ديفا دوبيني مربط الجريان وسفيان سعدي 400 متر على خط النهاية. صدام اي جي اس غزوان ريسنج وابراهيم نادر. اعازات ومحاولات للحاق من قبل ديفا دوبيني ولكن صدام محاولات للحاق غزوان ريسنج وابراهيم نادر بفارق الاربع اطوال. المنافسات على الترتيب الثاني بين ديفا دبيني والجواد عويس. ألف مبروك.
Second race of the day, the 1,100-meter thoroughbred novice plate, racing for a purse of 50,000 rails. 10 runners in the race. Horse number one, Clan Royale, owned by the Amal Ahmad stud, trained by engineer Mohammed Rashid Al Kuwari. Ridden by Abdullah Faisal and will carry 60 kilos. We'll start out of gate number four. الشوط الثاني للخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق رقم واحد كلان رويال الملك السادة مربط أم العمد المدرب المهندس محمد راشد الكواري الخيال عبد الله فيصل والانطلاقة من البوابة الرابعة. To my glory, our engineer Hassan Ali Abdul Malik, trained by Debbie Mountain, ridden by Pranil Kharat, and will carry 60 kilos. We'll start out of gate number one. الثاني my glory, Al Malik Al Muhandis Hassan Ali Abdul Malik, Al Mudarib Debbie Mountain, Al Khayal Pranil Arvand, Wal Intilaq Min Al Bawaba Al Ula. Three Royal Court, owned by the Al Zama stud, Trey Melanoud Khalif Al Malki. Ridden by Ivan Rossi and will carry 60 kilos. We'll start out of gate number two. الثالث Royal Court, Al Malik Assad, مربط الزعامة, المدرب العنود خليفة المالكي. الخيال إيفان روسي والانطلاقة من البوابة الثانية. Four Swagger, Almos and Hassan Ahmed Al-Hamidi, trained by Jason Al-Ghazali. Ridden by Marco Casamento and will carry 60 kilos. We'll start out of gate number six. الرابعة سواجر الملك السيد حسن أحمد الحمادي. المدرب جاسم الغزالي الخيال ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة السادسة. Five Chancery Lane, Almos and Hamad Salim Al-Murri, trained by Ali Al-Murri. Ridden by Saleh Salam Al-Mari and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number five. Al-Khamis Chancery Lane, Al-Malik Al-Sayyid Hamad Salim Al-Mari, Al-Mudarib Ali Sa'aq Al-Mari. Al-Khayal Saleh Salam Al-Mari, Wal-Intilaqa Min Al-Bawaba. Six, claim to fame, Amazad Ali Yusuf Al-Jahani, trained by Mohammed Al-Ghazali. Ridden by Luca Delozier and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number eight. السادس كليم تو فيم الملك السيد علي يوسف الجهني المدرب محمد الغزالي الخيال لوكاس زولزي والانطلاقه من البوابه الثامنه. 7 ادباز اوموس فيصل محمد النايمي تريما هادي رمزاني ريدما ابراهيم نادر انه كاري 58 كيلوز ويل ستارت ات جيت نمبر 9. 7 ادباز الملك السيد فيصل محمد مبارك النعيمي المدرب هادي الرمزاني الخيال ابراهيم نادر والانطلاقه من البوابه التاسعه. 8 Pride of UK, our engineer Hamad Atik Al Murray, trained by Abdulaziz Hamad Al Murray, ridden by Ronan Thomas and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 3. الثامن Pride of UK, Al Malik Al Muhandis Atik Hamad Al Murray, Al Mudarib Abdulaziz Hamad Atik Al Murray, Al Khayal Ronan Thomas, Wal Intilaqa Min Al Bawaba, الثالثة. 9 different vibes, our engineer Ibrahim Mohammed Al Fadala, trained by Hamad Al Jahani, ridden by Arno Delapine and will carry 56 kilos. We'll start out of gate number 10. Different vibes, Al Malik Al Sayyid Ibrahim Mohammed Al Fadala, Al Mudarib Hamad Al Jahani, Al Khayal Arno Delapine, Wal Intilaqa Min Al Bawaba Al Ashira. 10 impeachment, Omar Nura Racing Limited, trained by Mohammed Khalid Al Ahmed, ridden by Matab Ali Al Murray and will carry 51 kilos. We'll start out of gate number 7. العاشر impeachment الملك السادة نورا ريسينج ليميتد المدرب محمد خالد الأحمد الخيال متعب علي السعاق المري والانطلاق من البوابة السابعة. متابعينا وحضورنا الكريم 10 من الجياد المهجنة الأصيلة الفائزة بسباق الدرجة الخامسة. منافسة على مسافة 1100 متر كل التوفيق لجميع المشاركين في ثاني أشواط أمسية اليوم تابعوا معنا بعد قليل انطلاقة الشوط الثاني.
أيها السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، الشوط الثاني للخيل المهجنة الأصيلة مبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة مسافة 1100 متر. عندنا 10 جياد تشارك في هذا الشوط. رقم 1 كلان رويال لسادة، 14 أم العمد عبد الله فيصل، مدرب محمد راشد الكواري، ماي جلوري للمهندس حسن علي عبد الملك، برانيل ارفن، ديبي ماونتن، رويال كورت لمربط الزعامة المدرب العنود المالكي ايفان روسي، سواغر للسيد حسن بن احمد الحمادي، المدرب جاسم الغزالي ماركو كازامنتو، شانسري لين للسيد حمد سالم المري، صالح سالم المري والمدرب علي الصعاق، كليم تو فيم للسيد علي يوسف الجهني والمدرب محمد الغزالي لوكاس دلوزي، ادباس للسيد فيصل محمد نعيمي وابراهيم نادر هو الخيال لهذا الجواد، برايد اوف يو كي للمهندس عتيق حمد المري، رونالد توماس، ديفرنت فايبس لابراهيم محمد الفضاله، مدرب محمد الجهني، ارنولد لوبين، و امبشمنت لاسادا نورا ريسنج ليمتد متهب الصعاق. 10 جياد تشارك في هذا الشوط وتتنافس على مسافة 1100 متر. إذا بانتظار دخول الجياد إلى بوابات الانطلاق وانطلاقة الشوط الثاني. آخر الجياد إلى بوابات الانطلاق. الجياد جاهزة.
ريسينج. أيها السيدات والسادة، ينطلق الشوط الثاني من هذه الأمسية للخيل المهجن الأصيل المبتدئ والفائز بالسباق درجة الخامسة مسافة 1100 متر. تلقت الجواد رقم 4 جواد سواقر لحسن أحمد الحمادي ماركو كازامينتو على المركز الأول. محاولة خطف الصدارة من قبل الجواد رقم 10 بشمنت لنورا ريسينج ليمتد ومتعب علي الصعاق مع محمد خالد الأحمد دلانا من الخارج. ثالثا أيضا محاولة من قبل الجواد رقم 1 كلان رويال لمربط أم العمد الآن ومحمد راشد الكواري على المركز الثالث. أيضا محاولة رابعا من قبل الجواد رقم 2 الجواد مايك لوري لحسن العبد الملك وبرانيل أرفند على المركز الرابع. من خط المستقيم باتجاه خط النهاية الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 10 انبشمنت لنورا ريسينج ليمتد على المركز الأول. محاولة ماركو مع الجواد رقم 4 سواقر لحسن أحمد الحمادي وماركو كازامينتو على المركز الأول مع جاسم الغزالي. محاولة من الخارج من مايك لوري لحسن العبد الملك برانيل أرفند لكن الصدارة والمركز الأول مع سواقر للسيد حسن أحمد الحمادي. ماركو كازامينتو الآن على المركز الأول مع جاسم الغزالي. فعلا الجواد سواقر والسيد حسن أحمد الحمادي وماركو كازامينتو جاسم الغزالي إلى ثاني أشواط هذه الأمسية. ألف ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار للسيد حسن أحمد الحمادي والمدرب جاسم الغزالي. ثاني أشواط أمسية اليوم وصول سواقر للمركز الأول بشعار الملك السيد حسن أحمد حسن الحمادي إشراف المدرب جاسم الغزالي وبقيادة الخيال ماركو كازامينتو. ألف مبروك المركز الأول في ثاني أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الخامسة لصالح السيد حسن أحمد الحمادي. نبارك للسيد حسن أحمد الحمادي ماركو كازامينتو والمدرب جاسم الغزالي. جاسم ثاني الأشواط لصالح السيد حسن أحمد الحمادي بإشراف المدرب جاسم الغزالي. شوط للخيل المهجنة الأصيلة درجة خامسة سواقر طبعا مشاركتين آخر مشاركتين له كانت على مضمار العقدة الرملي والعشبي واليوم نراه على مضمار الرملي في الريان في المركز الأول. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. طبعا مبارك للدكتور احمد حسن الحمادي وابناء حسن ومحمد. فوز جاء في وقت مناسب الحمد لله رب العالمين. الحصان يمكن السنه بدا ظهر بصوره جيده في اخر مشاركتين قام يرقم في المضمار الرملي. المسافه هذه ديما تخدم الحصان. الحصان سبرنتر بحت يعني مش تحطينا فوق المسافه هذه شوي تصعب عليه الامور. اليوم اظن الامور كانت لصالحه، الارضيه الرمليه لصالحه، الخيال قدر ياخذ وضعيه صح طلع في المقدمه وخذ الريل. كنت عارف الحصان يوم راح في المقدمه انه راح يفوز والحمد لله اخذنا له فوز اليوم قبل السباقات الكبيره اللي بتجي بكره وبعد بكره ان شاء الله. خلينا نتكلم عن السباقات الكبيره جاسم.
اظن الكل ينتظر السباقات هذه بالذات بكره وبعد بكره ديما مهرجان سعد الشيخ جوعان بن حمد تحضيري لمهرجان سيد سمو الامير. الكل داش بقوه صراحه، لو تلاحظين تداخيل يعني الديكلاريشن النهائي الكل دانزل بثقل كلش، المزارع الكبيره، الملاك، المدربين، هذه يمكن تحضير نهائي حق مهرجان سيد سمو الامير، وكل واحد يبي يجرب خيله. الاشواط الاهم وين يروح فيها في مهرجان الامير، بعض الخيل جديده وفي بعض الخيل لا، يعني خيل معروفه وواضحه تبي تفوز في الاشواط الرئيسيه. مهرجان كبير، مهرجان سعد الشيخ جوعان يعني يهم الكل، وكل واحد يحاول يعني ياخذ الاشواط من الاشواط. راح تكون معمعة قويه بكره وبعد بكره، واظن الكل راح نازل بثقله. فننتظر مفاجات في هذا المهرجان ايضا وانتصارات للجميع. شكرا لك. يعطيكم العافيه. شكرا لك. متابعينا ثاني الأشواط لصالح الملك السيد حسن أحمد الحمادي، إشراف المدرب جاسم الغزالي، وبقيادة الخيال ماركو كازامنتو. ننتقل للزميلة شان. And the official results for the second race of the evening, the winner, horse number four, Swagger, Almos Hassan, Ahmed Alamadi, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by Marco Casamento. Second horse number two, My Glory, Alma Engineer Hassan Ali Abdul Malik, trained by Debbie Mountain, ridden by Pranil Kharat. Third horse number three, Royal Court, Alma Alza Malrek Stud, trained by Alanud Al-Malki, ridden by Avan Rossi. Fourth horse number 10, Impeachment, Alma Nura Racing Limited, trained by Mohammed Khalid Lahmed, ridden by Matab Ali Al-Murray. And in fifth place, owned by engineer Atik Hamid Atik Al-Murray, trained by Abdulaziz Hamid Al-Murray, ridden by Ronan Thomas. ريسينج أيها السيدات والسادة، ينطلق الشوط الثاني من هذه الأمسية للخيل مهرجان الأصيل المبتدئ والفائز بالسباق درجة الخامسة مسافة 1100 متر. تلاقة الجواد رقم 4 جواد سواقر لحسن أحمد الحمادي ماركو كازامنتو على المركز الأول، محاوط خطف الصدارة من قبل الجواد رقم 10 بشمنت لنورا ريسينج ليمتد ومتعب علي الصعاق مع محمد خالد الأحمد دلان من الخارج. ثالثا ايضا محاوله من قبل الجواد رقم 1 كلان رويال لمربط ام العمد الان ومحمد راشد الكواري على المركز الثالث. ايضا محاوله رابعا من قبل الجواد رقم 2 الجواد ماي جلوري لحسن عبد الملك وبرانيل ارفند على المركز الرابع. من خط المستقيم باتجاه خط النهايه الصداره والمركز الاول مع الجواد رقم 10 امبشمنت لنورا ريسنج ليمتد على المركز الاول، محاوله ماركو مع الجواد رقم 4 سواقر لحسن احمد الحمادي وماركو كازامنتو على المركز الاول مع جاسم الغزالي، محاوله من الخارج من ماي جلوري لحسن عبد الملك برانيل ارفند لكن الصداره والمركز الاول مع سواقر للسيد حسن احمد الحمادي. ماركو كازامنتو الان على المركز الاول مع جاسم الغزالي، فعلا الجواد سواقر والسيد حسن احمد الحمادي وماركو كازامنتو.
الشوط الثالث للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي، مشارك في هذا الشوط 10 من أجياد المهجنة الأصيلة. رقم واحد دلبيرو المالك السادة، نورا ريسينج ليميتد المدرب محمد خالد الأحمد، الخيال ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة الخامسة. الثاني سيد ناصر سعيد العيدة المدرب جاسم الغزالي، الخيال ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة السادسة. الثالث هيركيول لك السيد ناصر عيسى الكواري المدرب محمد الغزالي، الخيال لوكاس دولسي والانطلاقة من البوابة الأولى. الرابعة مكسب المالك السيد ناصر عويدة سالم الهاجري، المدرب عويدة سالم الهاجري، الخيال إيفان روسي والانطلاقة من البوابة التاسعة. الخامس ستريت واي المالك السيد علي بن سعيد الجفال النعيمي، المدرب أحمد قبيتي، الخيال براني الأرفاند والانطلاقة من البوابة الثامنة. السادس مطار كينج المالك السيد خالد علي عبد الهادي الشهواني، المدرب حمد الجهني، الخيال توماس لوكاسك والانطلاقة من البوابة السابعة. السابعة متميز المالك السيد علي محمد متعب الصعاق، المدرب علي الصعاق المري، الخيال راشد علي الصعاق المري والانطلاقة من البوابة الثانية. الثامن الوعد المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي، المدرب بدر البلوشي، الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة العاشرة. التاسع جمرة المالك السيد أبناء سالم فدغم عامر الهاجري، المدرب خليفة بن حمد الصواعي، الخيال جيبي جيمبير والانطلاقة من البوابة الرابعة. العاشر شروق الميدان المالك والمدرب المهندس أسامة عمر الدفع، الخيال اشتبا مزور والانطلاقة من البوابة الثالثة. ثالث أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي، مبتدئة والفائزة بسباق 10 من الجياد منافسة على مسافة 1900 متر. كل التوفيق لجميع المشاركين، تابعوا معنا بعد قليل انطلاقة الشوط الثالث من أمسية اليوم.
أيها السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، الشوط الثالث من هذه الأمسية للخيل المهاجر الأصيل إنتاج محلي المبتدئة والفازة بالسباق مسافة 1900 متر. 10 جياد تشارك وتتنافس على هذا الشوط. عندنا دلبيرو ليسادة نور ريسنج ليمتد لمحمد خالد الأحمد، ألبرتو سنة دوحة سبرايز، ناصر سعيد العيدة جاسم الغزالي في التدريب، والخيال ماركو كوزامنتو هيركيول للسيد ناصر عيسى الكواري والمدرب محمد الغزالي لوكاس دولوزي، مكسب للسيد ناصر عبيضة الهاجري إيفان روسي ستريت واي لعلي بن سعيد النعيمي والمدرب أحمد قبيسي براني الأرفند، تارا كينج للسيد خالد علي شواني توماس لوكسك مدرب حمد الجهني، تميز للسيد علي الصعاق والخيار راشد الصعاق، الوعد للسيد عبد اللطيف حسين العمادي والمدرب بدر البلوشي سفيان سعدي هو الخيال لهذا الجواد، 9 جمار للسادة أبناء سالم فادغم الهاجري والمدرب خليفة الصواعي والخيال جيبي جامبير، 10 شروق الميدان لمهندس سامة عمر الدفع والخيال شتيبان مزور، 10 جياد شارك في هذا الشوط. نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع الأخوة المشاركين في هذا الشوط. طبعا مسافات 1900 متر مسافة طويلة بعض الشيء، نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين. بدأت الجاد بالدخول إلى بوابات الانطلاق. شروق الميدان سامة عمر الدفع جمرة لأبناء سالم فطم الهاجري إلى بوابات الانطلاق. آخر الجياد لبوابات الانطلاق
متميز لراشد الصعاق، هل الصعاق هي البوابة؟ الجهة جاهزة. ظروف ينطلق الشوط الثالث من هذه الأمسية للخيل المهجن الأصيل إنتاج محلي، مبتدئ والفائز بسباق مسافة 1900 متر. الشركات تشارك وتتنافس على هذا الشوط: البيرود، دوحة سبرايز، هيركيول، مكسب، ستريت واي، ومتارا كينج. متميز الوعد وجمرة شروق الميدان. انطلق مع ابناء سالم فدغم الهاجري مع جمرة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. رن ثانيا محاولة من قبل الجواد رقم 5 الجواد ستريت ويلي علي بن سعيد النعيمي برانيل ارفند على المركز الثاني. ثالثا محاولة مع متميز لسيد علي الصعاق وراشد الصعاق على المركز الثالث. رابعا محاولة من قبل الجواد رقم 3 هيركيوي لناصر عيسى الكواري ولوكاس دلوزي على المركز الرابع. ايضا محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 6 متارا كينج لسيد خالد علي الشواني وتوماس لوكاسك على المركز الخامس الان. سادسا ايضا محاولة من قبل الجواد رقم 8 الوعد لعبد اللطيف حسين العمادي وسفيان سعدي على المركز السادس. لاحظ معي من الخارج الجواد رقم 2 الجواد دوحة سبرايز لناصر سعيد العيده وجاسم الغزالي على المركز السابع. من الخارج يتقدم شيئا فشيئا، عودة الى المركز الاول والصدارة مع سالم فدغم الهاجري مع الشعار الاحمر، جمرة مع خليفة الصواعي على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط. محاولة اندفاع من قبل الجواد رقم 5 ستريت واي لعلي بن سعيد النعيمي براني الارفند الان من الخارج. ايضا محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 7 متميز لعلي الصعاق، راشد الصعاق الان يتقدم مع الجواد متميز على المركز الثالث. محاولة من وسط الجياد من قبل الجواد رقم 6 متارا كينج مع حمد الجهني خالد علي الشهواني وتوماس لوكاس من وسط الجياد. خط المستقيم باتجاه خط الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 5 ستريت وي أحمد قبيسي علي بن سعيد النعيمي على المركز الأول مع برانيل أرفيندا. أيضا محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 6 متارا كينج لخالد علي الشهواني وتوماس لوكاس كلانا. أيضا محاولة العمادي مع الجواد رقم 8 الوعد عبد اللطيف العمادي وسفيان سعدي على المركز الأول. فعلا الجواد الوعد مع بدر البلوشي على المركز الاول. محاولة الجواد رقم 4 مكسبه لكن الصدارة والمركز الاول مع عبد اللطيف العمادي وسفيان سعدي الى المركز الاول والى صدارة هذا الشوط. بدر البلوشي والسيد عبد اللطيف العمادي سفيان سعدي الى المركز الاول والى صدارة هذا الشوط. الف الف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق. تابعنا ثالث أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. وصول الوعد للمركز الأول بشعار المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي إشراف المدرب بدر البلوشي وبقيادة الخيال
سفيان سعدي. ألف مبروك المركز الأول في ثالث الأشواط للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي سفيان سعدي ولدان. ونبارك للمدرب بدر البلوشي الشوط الثالث من أمسية اليوم. في هذا الشوط نبارك للمدرب بدر البلوشي. بدر ألف مبروك الشوط مسافة 1900 متر الوعد للمركز الأول، آخر مشاركة على المضمار العشبي المركز الثاني، واليوم في المركز الأول مضمار رملي. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا في الشوط مع الوعد. الوعد أداء صراحة يمكن نشوفه من 5 مشاركات، الحصان دائما حاضر في الترقيم. الحصان شفنا أداء على الأرضية الرملية يمكن مع اليوم مع الخيل المبتدئ وفاز بالسباق، وحصان للحين مبتدئ فاز يمكن بكل الرياحية على الخيل. الحصان يركض صحيح على الأرضية العشبية الرملية، بس في الرملة تشوف الحصان أداء أفضل. ألف مبروك الفوز. الله يبارك فيك، شكرا. ثالث الأشواط لصالح الملك السيد عبد اللطيف حسين العمادي المدرب لبدر البلوشي والخيال سفيان السعدي. ننتقل للزميلة شان لمعرفة المراكز الخمس المتقدمة الأولى. And the official results for the third race of the day. The winner, horse number 8, Alward, Amosir Abdelatif Hussein Alimadi, trained by Bedir Abdelushi, ridden by Sofyan Sadi. Second horse number 4, Maxab, Amosir Nasir Weda Salam Al-Hajri, trained by Weda Al-Hajri, ridden by Ivan Rossi. Third horse number 6, Matara King, Amosir Khalid Ali Al-Shahwani, trained by Hamid Al-Jahani, ridden by Thomas Lukasek. Fourth horse number 1, Del Pierre, Omar Noura Racing Limited, trained by Mohamed Khalid Lahmed, ridden by Alberto Sana. And in fifth place, horse number 5, Straightway, Omar Ali Said Al Naimi, trained by Ahmed Kubesi, ridden by Pranil Kharat. ظروف ينطلق الشوط الثالث من هذه الأمسية للخيل المهجن الأصيل إنتاج محلي مبتدئ والفائز بسباق مسافة 1900 متر. 10 ريات تشارك وتتنافس على هذا الشوط، البيرود روح سبرايز، هيركيول، مكسب، ستريت واي، ومتارا كينج، متميز الوعد وجمرة شروق الميدان. انطلق مع ابناء سالم فدغم الهاجري مع جمرة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. ضمن ثانية المحاولة من قبل الجواد رقم 5 الجواد ستريت ويلي علي بن سعيد النعيمي برانيل أرفند على المركز الثاني. ثالث المحاولة مع متميز لسيد علي الصعاق وراشد الصعاق على المركز الثالث. رابع المحاولة من قبل الجواد رقم 3 هيركيوي لناصر عيسى الكوالي ولوكاس دلوزي على المركز الرابع. أيضا المحاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 6 متارا كينج لسيد خالد علي الشواني وتوماس لوكاسك على المركز الخامس الآن. سادسا ايضا محاوله من قبل الجواد رقم 8 الوعد لعبد اللطيف حسين العمادي وسفيان سعدي
على المركز السادس. لاحظ معي من الخارج الجواد رقم 2، الجواد دوحة سبرايز لناصر سعيد العيدة وجاسم الغزالي على المركز السابع من الخارج، يتقدم شيئا فشيئا. عودة إلى المركز الأول والصدارة مع سالم فدغم الهادري مع الشعار الأحمر، جمرة مع خليفة الصواعي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. محاولة اندفاع من قبل الجواد رقم 5 ستريت واي لعلي بن سعيد النعيمي براني الأرفند الآن من الخارج، أيضا محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 7 متميز لعلي الصعاقة، راشد الصعاقة الآن يتقدم مع الجواد متميز على المركز الثالث. محاولة من وسط الجاد من قبل الجواد رقم 6 متارا كينج مع حمد الجهني خالد علي الشهواني وتوماس لوكاس من وسط الجاد، خط المستقيم باتجاه خط الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 5 ستريت وي أحمد قبيسي، علي بن سعيد النعيمي على المركز الأول مع برانيل أرفند، أيضا محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 6 متارا كينج لخالد علي الشهواني وتوماس لوكاس كلانا، أيضا محاولة العمادي مع الجواد رقم 8 الوعد عبد اللطيف العمادي وسفيان سعدي على المركز الأول، فعلا الجواد الوعد مع بدر البلوشي على المركز الاول، محاولة الجواد رقم 4 مكسبه لكن الصدارة والمركز الاول مع عبد اللطيف العمادي وسفيان سعدي الى المركز الاول.
Fourth race of the day, the 1900 metre thoroughbred handicap for horses rated 75 to 95. Racing for a purse of 55,000 reals. 10 runners in the race. Horse number one, Roman Melody. For Michelle Al-Kuwari, trained by Jasmine Al-Ghazali. Ridden by Luke Adelozier and will carry 60.5 kilos. We'll start out of gate number 8. الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة رقم 1 رومان مالودي الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي الخيال لوكاس زولزي والانطلاقة من البوابة الثامنة. To Shakur, Almas Al-Fahad Mubarak, Jasim Al-Groon, trained by Hadi Ramzani, ridden by Ibrahim Nader, and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 2. الثاني شاكور المالك السيد فهد بن مبارك الجرون المدرب هادي الرمزاني الخيال إبراهيم نادر والانطلاقة من البوابة الثانية. Three Mahadov, Amos Shelby Khalif Al Kuwari, trained by Jasim Al Ghazali, ridden by Pranil Kharat, and will carry 58.5 kilos. We'll start at of gate number 9. الثالث محذوف الملك السيد شعيل بن خليفة الكواري المدرب جاسم الغزالي الخيال برانيل أرفاند والانطلاقة من البوابة التاسعة. For General Panic, Elmas Mohammed Abdul Hadi Al Hajri, trained by Ibrahim Said Al Malki, ridden by Ronan Thomas, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 1. الرابع General Panic Al Malik Al Sayyid Mohammed Abdul Hadi Saad Al Hajri, Al Mudarib Ibrahim Said Al Malki, Al Khayal Ronan Thomas, Wal Intilaka Min Al Bawaba Al Ula. Five South Orderly, Elmas Mohammed Abdullah Latia, trained by Ibrahim Al-Malki, ridden by Thomas Lukasik, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 3. الخامس South Audley, الملك السيد محمد عبد الله العطية, المدرب إبراهيم السعيد المالكي, الخيال توماس لوكاسك والانطلاقة من البوابة الثالثة. Six Vendegaard, Ahmed Al-Ghazali Stud, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by Marco Casmento, and will carry 56 kilos. We'll start out of gate number 5. السادس Vendegaard, Al-Malik Assad, Marbat Al-Ghazali, المدرب Jasim Al-Ghazali, الخيال Marco Casmento, والانطلاقة من البوابة الخامسة. Seven Immortal, Ahmed Al-Azraq Stable, trained by Mohammed Al-Ghazali, ridden by J.P. Guillaume and will carry 55.5 kilos. We'll start out of gate number 6. السابع إمورال الملك السادة الصبل الأزرق المدرب محمد الغزالي J.P. Guillaume والانطلاقة من البوابة السادسة. Nine enforced, Omar Mohammed Khalif Al Suwaidi, trained Mohammed Al Jahani, ridden by Hugo Besnier, and will carry 55 kilos. We'll start out of gate number 4. التاسع enforced, Al Malik Al Sayyid Mohammed Khalif Al Suwaidi, Al Mudarib Hamad Jahani, Al Khayal Hugo Besnier, Wal Intilaqa Min Al Bawaba Al Rabi'a. Eight Bolton Abbey, Omar Mohammed Jabir Al Khairin, trained Mohammed Al Jahani, ridden by Arno Delapine, and will carry 55 kilos. We'll start out of gate number 10. الثامن بولتن أبي الملك السيد محمد جابر الخيارين المدرب حمد جهني الخيال أرنوتول بين والانطلاقة من البوابة العاشرة. 10 Dramatic Sons, owned by Engineer Hassan Ali Abdul Malik, trained by Debbie Mountain, ridden by Jefferson Smith, and will carry 54 kilos. We'll start out of gate number 7. العاشر Dramatic Sons, الملك المهندس حسن علي العبد الملك, المدرب ديبي ماوتن, الخيال جيفرسون سميث, والانطلاقة من البوابة السابعة. 10 من الجياد المهجنة الأصيلة الدرجة الثالثة, منافسة على مسافة 1400 متر في رابع أشواط أمسية اليوم, شوط تكافؤ. كل التوفيق لجميع المشاركين, تابعوا معنا انطلاقة رابع أشواط الأمسية.
مشاهدينا متابعينا الكرام، من جديد نرحب بكم في هذه الأمسية ومع السباق 29 وعلى كأس الخرارة على المضمار الرملي في نادي السباق والفروسية. وبعد قليل بإذن الله ينطلق الشوط الرابع، الشوط الرابع للخيل المهجن الأصيلة تكافؤ الدرجة الثالثة لمسافة 1900 متر. إذن هذا الشوط الرابع من أصل 7 أشواط في هذا المساء. نشاهد هنا الجياد خلف البوابات وعند المشاركات تأتي في هذا الشوط مع رقم 1 رومان ميلودي مع المدرب جاسم الغزالي، ملك السيد خليفة بن إشعيل الكواري والخيال لوكاس دوليزييه، ويحمل أعلى الأوزان 60.5 كيلوغرام، والانطلاقة من البوابة 8. رقم 2 شكور مع المدرب هادي الرمزاني، ملك السيد فهد بن مبارك بن جاسم القرون والخيال إبراهيم نادر، والانطلاقة من البوابة 2. وعندنا مشاركة رقم 3 محذوف مع المدرب جاسم الغزالي، ملك السيد إشعيل بن خليفة بن جاسم الكواري، والانطلاقة من البوابة 3 مع برانيل أرفند رونان توماس، والتواجد مع رقم 4 جنرال بانك مع المدرب إبراهيم سعيد المالكي، ملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري. نشاهد دخول الجياد إلى البوابات الآن، كذلك مشاهدة لرقم 5 هنا ساوث أودلي مع المدرب إبراهيم المالكي، ملك السيد محمد بن عبد الله العطية والخيال توماس لوكاسيك، 6 فيدينجر والمدرب جاسم الغزالي والسادة مربط الغزالي مع ماركو كازامينتو، 7 إميرال مع المدرب محمد الغزالي ملك السادة اسطبل الأزرق والخيال جيبي جامبر، الانطلاقة من البوابة 6. بولتنا برقم 8 المدرب حمد الجهني ملك السيد محمد جابر الخيارين والخيال أرنو دولوبين، والانطلاقة من البوابة 10. انفورست رقم 9 مع نفس المدرب حمد الجهني ملك السيد محمد خليفة ثاني راشد السويدي والخيال أوغو بنيه، ونشاهد كذلك رقم 10 دراماتيك سانز، وأقل الأوزان في هذا الشوط من تدريب ديبور ماونتن ملك المهندس حسن عبد الملك والخيال جيفرسون سميث. البحث عن ثاني انتصار على التوالي لدراماتيك سانز على المضمار الرملي، إذن كذلك محذوف عند انتصارين في آخر مشاركتين. نتمنى التوفيق والسلامة للكل. الجيا جاهزة للانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله، انطلاقة الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة الثالثة لمسافة 1900 متر بمشاركة 10 جياد في هذا الشوط. رقم 2 شكور مع المدرب هادي الرمزاني والمالك السيد فهد بن مبارك القرون والخيال إبراهيم النادر في المركز الأول. الآن تحركات من رقم 8 بولتن أبي مع المدرب حمد الإجهني والسيد محمد جابر الخيارين وأرنو دولبين في الصدارة، وشكور في المركز الثاني. في المركز الثالث رقم 4 بالشعار الأخضر جنرال بانك مع المدرب إبراهيم سعيد المالكي ملك السيد محمد عبد الهادي الهاجري والخيار رونان توماس. المركز الرابع تأتي المحاولات من خلال شعار الأصفر فورست رقم 9 المدرب حمد الجهني ملك السيد محمد خليفة السويدي والخيار أوغو بنيه. والمركز الخامس ساوث أودلي. رقم 5 المدرب إبراهيم سعيد المالكي ملك السيد محمد بن عبد الله العطية والخيار توماس لوكاسيك. الجياد بعد الانعطافين الأول والثاني والتوجه نحو المنعطف الثالث وقبل الأخير، لازلنا نشاهد بولتن أبي في الصدارة والمركز الأول، شكور في المركز الثاني تماما، والمركز الثالث مع جنرال بانك بالشعار الأخضر. المركز الخامس نشاهد الآن أو الرابع الآن التقدم شيئا فشيئا مع محذوف إلى المركز الثالث، محذوف مع السيد شعيل بن خليفة الكواري مدرب جاسم الغزالي والخيال برانيل أرفند. الجياد تقترب من المنعطف الأخير في الشوط الرابع، نشاهد الصدارة مع رقم 8 بولتن أبي آخر 400 متر الخط المستقيم. التحركات الجميلة من محذوف رقم 3 مع برانيل أرفند السيد شعيل بن خليفة الكواري، أيضا المحاولات تأتي من الجهة الخارجية من 3 جيات دفعة واحدة. ساوث أودري أيضا محاولة قوية بدينجر من الجهة الخارجية، وتأتي المحاولات حتى اللحظات الأخيرة والأمتار الأخيرة، بدينجر في الصدارة وساوث أودري والمحاولات خطوة بخطوة راس براس إلى خط النهاية في هذا الشوط مع فوتو فينيش. شوط جميل جدا وشوط مثالي من منافسة قوية ما بين فيدينجر وساوث أودلي كما شاهدنا وياكم في هذا الشوط، الشوط الرابع
بانتظار اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل لجنة المعتمدين. كان شوط جميل فعلا، تغيرت المراكز أكثر من مرة، وساوث أودلي سلالة كليم المهر الأحمر عمره 4 أعوام رقم 5 من تجرب إبراهيم سعيد المالكي ملك السيد محمد بن عبد الله العطية، والخيال توماس لوكاسك من الجهة الداخلية. من الجهة الخارجية هنا نشاهد رقم 6 بقوة إلى المركز الأول ربما مع فيدينجر والمدرب جاسم الغزالي والسادة مربط الغزالي والخيال ماركو كازامينتو. إذن فوتو فينش في هذا الشوط، ونشاهد الإعادة أكثر من مرة من أكثر من زاوية. المنافسة القوية جدا فعلا في هذا الشوط ما بين رقم 5 ورقم 6 فيدينجر من سلالة ديباوي حصان أحمر عمره 7 أعوام وحقق 3 انتصارات من قبل، لكن ننتظر الاعتماد الرسمي من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة لهذا الشوط. شوط جميل هو الشوط الرابع. عموما نبارك لأي كان الفائزين من خيال ومدرب ومالك الفوز في هذا الشوط بانتظار الإعلان الرسمي في الشوط الرابع من قبل لجنة المعتمدين. إذن رقم 6 هو الفائز فعلا فيدينجر. نبارك للمدرب جاسم الغزالي وللسادة مربط الغزالي وللخيال ماركو كازامينتو الفوز في الشوط الرابع. وصول فانديكر للمركز الأول بشعار السادة مربط الغزالي إشراف المدرب جاسم الغزالي وبقيادة الخيال ماركو كازامينتو. ألف مبروك المركز الأول في رابع أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثالثة بشعار السادة مربط الغزالي ماركو كازامينتو. ولدان نبارك في هذا الشوط للسادة مربط الغزالي وأيضا ماركو كازامينتو للمركز الأول بإشراف المدرب جاسم الغزالي. ومعنا المدرب جاسم الغزالي. جاسم ألف مبروك الفوز الثاني على التوالي في أمسية اليوم، وفوتو فينش جدا جميل وأيضا شوط جميل جدا في منافسة كانت رائعة في هذا الشوط. فعلا ديما الحمد لله رب العالمين، طبعا قدرنا ناخذ ثاني سباق مهرجان اليوم. تنافس قوي كان جدا، دائما الأشواط الرملية ديما صعبة صعبة صعبة، يعني خاصة الأشواط احنا نتكلم الخيل المفتوحة، كل سباق حصان غير يفوز. دائما لاحظ في مجموعه خيل يعني موجوده في الاشواط هي دائما منافسه، بس ما في حصان يكررها ورا بعض يفوز دائما. فاليوم نفعني يمكن الوزن، حصاني شال اول مره 56، غيرنا طريقه ركض الحصان. تنافس قوي كان بينه وبين حصان اخونا ابراهيم المالكي، الحمد لله رب العالمين قدرنا اخذنا شوط شيء حلو. تستاهل، الف مبروك. رابعة الأشواط لصالح السادة مربط الغزالي إشراف المدرب جاسم الغزالي وبقيادة الخيال ماركو كازامينتو. المراكز الخمس المتقدمة مع الزميلة شان. انطلاقة
بسم الله وعلى بركة الله انطلاقة الشوط الرابع للخيل المعجنة الأصيلة تكافؤ درجة الثالثة لمسافة 1900 متر بمشاركة 10 جياد في هذا الشوط. رقم 2 شكور مع المدرب هادي الرمزاني والمالك السيد فهد بن مبارك القرون والخيال إبراهيم النادر في المركز الأول. الآن تحركات من رقم 8 بولتن أبي مع المدرب حمد الإجهني والسيد محمد جابر الخيارين وأرنولد لوبين في الصدارة، وشكور في المركز الثاني. في المركز الثالث رقم 4 بالشعار الأخضر جنرال بانك مع المدرب إبراهيم سعيد المالكي ملك السيد محمد عبد الهادي الهاجري والخيار رونان توماس. المركز الرابع تأتي المحاولات من خلال شعار الأصفر فورست رقم 9 المدرب حمد الإجهني ملك السيد محمد خليفة السويدي والخيار أوغوبنيه. والمركز الخامس ساوث أودلي. رقم 5 المدرب إبراهيم سعيد المالكي ملك السيد محمد بن عبد الله العطية والخيار توماس لوكاسك. الجياد بعد الانعطافين الأول والثاني والتوجه نحو المنعطف الثالث وقبل الأخير، لازلنا نشاهد بولتن أبي في الصدارة والمركز الأول، شكور في المركز الثاني تماما والمركز الثالث مع جنرال بانك بالشعار الأخضر. المركز الخامس نشاهد الآن أو الرابع الآن التقدم شيئا فشيئا مع محذوف إلى المركز الثالث، محذوف مع السيد شعيل بن خليفة الكواري مدرب جاسم الغزالي والخيال برانيل أرفند. الجياد تقترب من المنعطف الأخير في الشوط الرابع، نشاهد الصدارة مع رقم 8 بولتن أبي آخر 400 متر الخط المستقيم. التحركات الجميلة من محذوف رقم 3 مع برانيل أرفند السيد شعيل بن خليفة الكواري. أيضا المحاولات تأتي من الجهة الخارجية من ثلاثة جهات دفعة واحدة، ساوث أودري أيضا محاولة قوية بدينجر من الجهة الخارجية، وتأتي المحاولات حتى اللحظات الأخيرة والأمتار الأخيرة، بدينجر في الصدارة وساوث أودري والمحاولات خطوة بخطوة رأس برأس إلى خط النهاية في هذا الشوط مع فوتو فينيش. المراكز الخمس المتقدمة الأولى، حل في المركز الأول رقم 6 فاندياجر الملك السادة مربط الغزالي المدرب جاسم الغزالي والخيال ماركو كازامنتو. المركز الثاني رقم 5 ساوث أودلي المالك السيد محمد عبد الله العطية المدرب إبراهيم السعيد المالكي والخيال توماس لوكاسيك. المركز الثالث رقم 4 جنرال بانيك المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب إبراهيم السعيد المالكي والخيال رونان توماس. المركز الرابع رقم 8 بولتن أبي المالك السيد محمد جابر الخيارين المدرب حمد الجهني والخيال أرنو تولبين. المركز الخامس رقم 1 رومان ميلودي المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي والخيال لوكاس دولزيه.
Fifth race of the day, the 1700 metre thoroughbred handicap rated 0-75. A race for the Qatari riders racing for a purse of 45,000 rials. 9 runners in the race. Horse number 1, I Am Joking, Almaz Mubarak Ali Al Naimi, Trey Muhammad Al Jahani, Ridim Abdullah Rashid Al Hajri, and he'll carry 62 kilos. We'll start out of gate number 9. الشوط الخامس للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الخامسة. الشوط مخصص للخيالة القطريين. رقم 1 I Am Joking الملك السيد مبارك علي مبارك نعيمي المدرب حمد جهني الخيال عبد الله راشد فالح الهاجري والانطلاقة من البوابة التاسعة. To Cloak and Dagger, Almaz Fatima bin Sultan Al Dosari, trained by Muhammad Al Ghazali, ridden by Salman Fahad Al Hajri, and will carry 61.5 kilos. We'll start out of gate number 8. الثاني Cloak and Dagger, الملك السيدة فاطمة بن سلطان الدوسري، المدرب محمد الغزالي، الخيال سلمان فهد الهاجري والانطلاقة من البوابة الثامنة. 3 Kekona, Omar Jirin Hassan, Ali Abdul Malik, train by Libby Mountain, ridden by Pranil Kharat, and will carry 60 kilos. We'll start out of gate number 6. الثالث كايكونا الملك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب ديبي ماوتن الخيال برانيل أرفند والانطلاقة من البوابة السادسة. 4 Cobra K, Omar Safala Sawed Al Ajmi, trained by Muhammad Al Ghazali, ridden by Matab Ali Al Mari, and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 1. الرابع كوبرا كي الملك السيد فالح السويد العجمي المدرب محمد الغزالي متعب علي السعاق المري والانطلاقه من البوابه الاولى. 5 frontmen owned and trained by Ali Muhammad Al Sag Al Mari, ridden by Rashid Ali Al Mari, and will carry 58.5 kilos. We'll start out of gate number 5. الخامس frontman الملك السيد علي محمد متعب السعاق المدرب علي السعاق المري الخيال راشد علي السعاق المري والانطلاقة من البوابة الخامسة. 6 Waymis Ware Omar Safala Sawed Al Ajmi trained by Muhammad Al Ghazali, ridden by Khadija Abdul Wahid and will carry 57.5 kilos. We'll start out of gate number 7. السادس Waymis Ware الملك السيد فالح السويد العجمي المدرب محمد الغزالي الخيال خديجة عبد الواحد والانطلاقة من البوابة السابعة. 7-6 Gun, Almaz Muhammad Hassan Ali Hassan Al-Matwi. Train by Hassan Al-Matwi, ridden by Saleh Faraj Al-Taibi, and he'll carry 55.5 kilos. We'll start out of gate number 4. السابع 6 Gun, Al-Malik, والمدرب السيد حسن المطوي الخيال صالح فرج العتيبي والانطلاقة من البوابة الرابعة. 8 Train Prancer, Almaz Al-Nasir Waitha Salam Al-Hajri, trained by Waitha Al-Hajri. Ridden by Aruna Delapine and he'll carry 52.5 kilos. We'll start out of gate number 3. الثامن رين برانسر الملك السيد ناصر عويدة سالم الهاجري المدرب عويدة سالم الهاجري الخيال أرنو دولبين والانطلاقة من البوابة الثالثة. 9 Al-Muhib Almaz Abdelatif Hussain Al-Amadi trained by Badr Al-Balushi ridden by Saleh Salam Al-Mari and he'll carry 50 kilos. We'll start out of gate number 2. التاسع المهيب الملك السيد عبد اللطيف حسين العمادي المدرب بدر البلوشي الخيال صالح سالم المري والانطلاقة من البوابة الثانية. 9 من أجياد المهجنة الأصيلة الدرجة الخامسة تكافؤ الشوط مخصص للخيالة القطريين. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. تابعوا معنا بعد قليل انطلاقة الشوط الخامس.
مشاهدينا متابعينا الكرام، نشاهد وياكم الآن الشوط الخامس والجهة تدخل البوابات. هذا الشوط مخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة الخامسة، وهذا الشوط مخصص للخيالة القطرين فقط لمسافة 1700 متر، 9 جيات في هذا الشوط. دخول الآن كلوكنداغر رقم 2 إلى البوابة، كذلك مشاهدة هنا لرقم 5 فرونت مان، والدخول البوابة، بينما رقم 6 ويمس وير، مشاركة ثنائية للسيد فالح العجمي، وكل الجياد الآن إلى البوابات تنتظر انطلاقة هذا الشوط. نتمنى التوفيق والسلامة للجميع. بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة الشوط الخامس من مشاركة 9 جياد للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة الخامسة. هذا الشوط مخصص للخيال القطريين فقط لمسافة 1700 متر. التقدم والاندفاع نشاهد من خلال رقم 7 مع 6 جان مع المدرب حسن المطوي ملك السيد محمد حسن المطوي، وتواجد الخيال صالح فرج العتيبي في المركز الثاني، شعار السيد فالح العجمي من خلال ويمس وير في المركز الثاني، وكفرة كاي رقم 4 كذلك ضمن المراكز الأولى. في المركز الرابع نشاهد وإياكم رقم 8 رين برانسر مع المدرب عويضة سالم الهاجري ملك السيد ناصر الهاجري وأرنو دوربلين في المركز الرابع، أيضا محاولات قوية من خلال لوك أنداغر رقم 2 مع المدرب محمد الغزالي ملك السيدة فاطمة بن سلطان الدوسري، وتواجد الخيال سلمان الهاجري. الجياد تقترب من المنعطف قبل الأخير في الشوط الخامس، لازلنا نشاهد 6 جان رقم 7 مع المدرب حسن المطوي، وتواجد السيد محمد حسن المطوي والخيال صالح فرج العتيبي في المركز الأول. الآن تقدم من الجهة الخارجية كوبرا كاي رقم 4 مع المدرب محمد الغزالي ملك السيد فالح العجمي والخيال متعب علي الصعاق المري، محاولات أيضا من كلوك الداغر من الجهة الخارجية للسيدة فاطمة الدوسري وسلمان الهاجري والخيال والمدرب محمد الغزالي، أيضا محاولات قوية من بقية الجيادة بعد الانعطاف الأخير. هنا الخط المستقيم يبدأ لعاز والتوجهات نحو الخط النهائي، نشاهد كايكون مع تواجد المدرب ديبور مونتن وملك المهندس حسن عبد الملك في الصدارة، ومحاولات قوية من بقية الجيادة أيضا أيام جوكينج ضمن المقدمة، المتابعة تأتي من رقم 2 كلوكنداغر، ولكن كايكون إلى المركز الأول. من الجهة الخارجية تأتي التحركات، ولكن المهندس حسن عبد الملك إلى المركز الأول والصدارة في الشوط الخامس. إذا رقم 3 كما شاهدنا وياكم مشاهدينا متابعينا الكرام كايكونا والمدربة هنا ديبور موتينغ والمالك المهندس حسن علي عبد الملك وبراني الأرفند وصدارة هذا الشوط. إذا نبارك لهم هذا الانتصار في الشوط الخامس بانتظار الاعتماد الرسمي من قبل لجنة المعتمدين.
تابعنا انطلاقة الشوط الخامس للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الخامسة. وصول كايكون أهل المركز الأول بشعار المهندس حسن علي العبد الملك إشراف المدرب ديبي ماوتن وبقيادة الخيال بران الأرفند الفبروك. المركز الأول لصالح المالك المهندس حسن علي العبد الملك والمدرب ديبي ماوتن. بران الأرفند ويل دان. شوط جميل ومميز في خامس أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الخامسة بقيادة الخيال برانيل أفن. قيادة مميزة من الخيال والتألق للصعود للمركز الأول بشعار المهندس حسن علي العبد الملك. نبارك في هذا الشوط للمهندس حسن علي العبد الملك والمدرب ديبي ماوتن. ديبي ماوتن well done, very nice race, second time first place. It's the second time he's won. He took a long time to get the hang of racing, to be honest with you. This is on the sharp side of him. He likes the sand. Pranil rode him well and I'm happy. Thank you. Thank you. متابعينا خامس الأشواط لصالح المالك المهندس حسن علي العبد الملك إشراف المدرب ديبي ماوتن وبقيادة الخيال برانيل أرفند. ننتقل للزميلة شان. And the official results of the fifth race of the evening, the winner horse number three, Kaykona, our engineer Hassan Ali Abdel Malik, trained by Debbie Mountain, ridden by Pranil Kharad. Second horse number six, Waymiss Ware, our Masafala Suwaid Al-Ajmi, trained by Mohamed Al-Ghazali, ridden by Khadija Abdul Wahid. Third horse number two, Cloak and Dagger, our Masafala Mohamed Sultan Al-Dosri, trained by Mohamed Al-Ghazali, ridden by Salman Fahd Al-Hajri. Fourth horse number one, I Am Joking, our Mubarak Ali Al-Naimi, trained by Mohamed Al-Jahani, ridden by Abdullah Rashid Al-Hajri. And in fifth place, horse number eight, Rain Prancer, our Mr. Nasir Weda Salam Al-Hajri, trained by Weda Al-Hajri, ridden by Arno Delapine. بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام. انطلاقة الشوط الخامس من مشاركة تسعة جياد للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة الخامسة. هذا الشوط مخصص للخيال القطريين فقط لمسافة 1700 متر. التقدم والاندفاع نشاهد من خلال رقم سبعة مع سكس جان مع المدرب حسن المطوي ملك السيد محمد حسن المطوي وتواجد الخيال صالح فرج العتيبي. في المركز الثاني شعار السيد فالح العجمي من خلال ويمس وير في المركز الثاني وكوبرا كاي رقم أربعة كذلك ضمن المراكز الأولى. في المركز الرابع نشاهد وإياكم رقم ثمانية رين برانسر مع المدرب عويضة سالم الهاجري ملك السيد ناصر الهاجري وأرنو دوربلين في المركز الرابع. أيضا محاولات قوية من خلال لوك أنداغر رقم اثنين مع المدرب محمد الغزالي ملك السيدة فاطمة بنت سلطان الدوسري وتواجد الخيال سلمان الهاجري.
الجيا تقترب من المنعطف قبل الأخير في الشوط الخامس. لازلنا نشاهد سكس جان رقم 7 مع المدرب حسن المطوي وتواجد السيد محمد حسن المطوي والخيار صالح فرج العتيبي في المركز الأول. الآن تقدم من الجهة الخارجية كوبرا كاي رقم 4 مع المدرب حمد الغزالي ملك السيد فالح العجمي والخيار متعب علي الصعاق المري. محاولات أيضا من كلوك الداغر من الجهة الخارجية ليسيد فاطمة الدوسري وسلمان الهاجر والخيار والمدرب حمد الغزالي. أيضا محاولات قوية من بقية الجيادة بعد الانعطاف الأخير. هنا الخط المستقيم يبدأ لعاز والتوجهات نحو الخط النهائي. نشاهد كايكون مع تواجد المدرب ديبور مونتن وملك المهندس حسن عبد الملك في الصدارة ومحاولات قوية من بقية الجيادة. أيضا أيام جوكينج ضمن المقدمة المتابعة تأتي من رقم 2 كلوكان داغر ولكن كايكون إلى المركز الأول. من الجهة الخارجية تأتي التحركات ولكن المهندس حسن عبد الملك إلى المركز الأول والصدارة في الشوط الخامس.
sixth race of the evening, the 1200 metre thoroughbred handicap race is 0-70, racing for a purse of 45,000 rails. 14 runners in the race. Horse number one, Master of Brazil, Almas Hamad bin Abdurrahman bin Hamad El Atiya, trained by Jasim Al Ghazali, ridden by Marco Casamento, and will carry 60 kilos. We'll start at gate number 8. الشوط السادس للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الخامسة رقم 1 ماستر أوف برازيل المالك السيد حمد بن عبد الرحمن بن حمد العطية المدرب جاسم الغزالي الخيال ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة الثامنة. Three Hillside Dream, Omar Shaheen bin Khalid, Shaheen Al Ghanim, trained by Jasim Al Ghazali, ridden by Stefan Mazur, and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 6. الثالث Hillside Dream, المالك السيد شاهين بن خالد غانم الغانم, المدرب جاسم الغزالي, الخيال Stefan Mazur, والانطلاقة من البوابة السادسة. For Brazen Bow, Omar Safali Sued Al Ajmi, trained by Mohamed Al Ghazali, ridden by Luke Adlozier, and will carry 58.5 kilos. We'll start out of gate number 7. الرابع Brazen Bow, Al Malik, Al Sayed Farah Sued Al Ajmi, Al Mudarib Mohamed Al Ghazali, Al Khayal Lucas Dolzier, Wal Intilaka Min Al Bawaba, Al Sabi'a. Six High Horse, Omar Mr. Mohamed Rashid Al Mari, trained by Mohamed Khalid Lahmed. Ridden by Alberto Sana and will carry 58.5 kilos. We'll start out of gate number 3. Al-Khamis Brown Owl, Al-Malik Al-Sada Marbat Al-Khrib, Al-Mudarib Amjad Al-Jamili, Al-Khayal Abdullah Rashid Falih Al-Hajri, Wal-Intilaqa Min Al-Bawaba Al-Rabi'at Ashar. To Bursko, Omar Mutaz Aysa Barsham, trained by Mohamed Al-Ghazali. Ridden by JP Guillaume and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 1. الثاني براسكو المالك السيد معتز عيسى محمد برشام المدرب محمد الغزالي الخيال جي بي جيمبر والانطلاقة من البوابة الأولى. Five Brown Owl, Omar Al-Khrib Stud, Traim Amjad Al-Jumaili, Ridham Abdullah Rashid Al-Hajri and will carry 58.5 kilos. We'll start out of gate number 14. الخامس براون أول المالك السادة مربط الخريب المدرب أمجد الجميلي الخيال عبدالله راشد فالح الهجري والانطلاقة من البوابة 14. Seven Wakil, Omar the Injaz Stud, trained by Jihad Lahmed, ridden by Pranil Kharat, and will carry 58.5 kilos. We'll start out of gate number 2. السابع وكيل المالك السادة مربط إنجاز المدرب جهاد خالد الأحمد الخيال برانيل أرفند والانطلاقة من البوابة الثانية. Eight Kinosh, and then trainers Mohammed Nasser Rashid Ramsani, ridden by Ibrahim Nader, will carry 56.5 kilos and start out of gate number 12. الثامن Kinosh, المالك السيد محمد ناصر النعيمي, المدرب محمد ناصر الرمزاني, إبراهيم نادر والانطلاقة من البوابة 12. Nine Anhar, Omar Engineer Hassan Ali Abdel Malik, trained by Ribby Mountain, ridden by Jefferson Smith, and will carry 56 kilos. We'll start out of gate number 4. التاسع Anhar, Al Malik Al Muhandis Hassan Ali Al Abdel Malik, Al Mudarib Ribby Mountain, Al Khayal Jefferson Smith, Wal Intilaqa Min Al Bawaba Al Rabi'a. Ten April in Paris, Omar Zubarak Said Al Shahwani, trained by Ibrahim Al Malki, ridden by Thomas Lukasek, and will carry 56 kilos. We'll start out of gate number 10. Al Asher April in Paris, Al Malik Al Sayed Mbarak, Zayed Mbarak Al Awami, Al Mudarib Ibrahim Al Said Al Malki, Thomas Lukasek, Wal Intilaqa Min Al Bawaba Al Ashira. Eleven Barig Al Thamama, Omar Al Thamama Racing, trained by Mohamed Hussein, ridden by Rashid Ali Al Mari, and will carry 56 kilos. We'll start out of gate number 11. Al Hadi Ashar Barig Al Thamama, Al Malik Al Sada Al Thamama Racing, Al Mudarib Mohamed Hussein, Al Khayar Rashid Ali Sa'aq Al Mari, Wal Intilaqa Min Al Bawaba Al Hadi Ashar. Twelve Tariq, owned and trained by Abdulaziz Ali Al-Kathiri, ridden by Ronan Thomas, and will carry 55.5 kilos. We'll start out of gate number 13.
الثاني عشر تاريخ الملك والمدرب السيد عبد العزيز علي الكثيري الخيال رونان توماس والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. 13 Southern Macho Man Amos Elsie Ahmed Abdelal Trey Mabedra Belushi Ridamai Sofian Sadi and will carry 55 kilos will start out of gate number 9. الثالث عشر Southern Macho Man الملك السيد أحمد عبد العال المدرب بدر البلوشي سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة التاسعة. 14 Espirito Omar Alpha Mama Racing Trey Mohamed Hussein Ridamai Ivan Rossi and will carry 52 kilos We'll start out of gate number 5. الرابع عشر إسبريتو الملك السادة ثمامة ريسينج المدرب محمد حسين الخيال إيفان روسي والانطلاقة من البوابة الخامسة. سادس أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الخامسة. 14 من الجياد منافسة على مسافة 1200 متر. التوفيق لجميع المشاركين تابعوا معنا واستمتعوا بأمسية اليوم مع الشوط السادس ما قبل الأخير.
إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا في كل مكان، الشوط السادس من هذه الأمسية والخيل المهجنة الأصيلة تكافأ الدرجة الثالثة من 0 إلى 70، والانطلاقة سوف تكون بعد لحظات. هنا الجود رقم 3 هيل سايد دريم وابريل ان باريس لمبارك بن زايد العوامي، يتجه الى البوابه سدريم إلى البوابة الآن، وأيضا ماستر فرازيل آخر الجياد إلى البوابة. أندرا انطلق الشوط السادس من هذه الأمسية، شوط الخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الخامسة على مسافة 1200 متر، انطلاقة متأخرة للجواد سيذرن ماتشومان. نشوف الصدارة والمركز الأول الآن مع الجواد رقم 12، لدينا تاريخ في الصدارة. المركز الثاني مع بريسكو للسيد معتز عيسى برشم إلى الصدارة الآن. المركز الثالث والتقدم يأتينا من قبل رقم 15 يبدو لي، أو الجواد بالفعل، لدينا الجواد بريزنبو في المركز الثالث، والاندفاع يأتينا من قبل شعار السيد حسن عبد الملك أنهار لحسن عبد الملك في المركز الرابع، بينما الاندفاع يأتينا أيضا من الجواد سيذرن ماتشمان وبريق الثمامة يبدأ بالتقدم. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، الصدارة والمركز الأول مع أنهار إلى الصدارة وإلى المركز الأول. بريسكو في المركز الثاني، المحاولة تأتينا من قبل سبريتو في المركز الثالث، ولكن الجواد أنهار على الصدارة وعلى المركز الأول بفارق 4 و5 أطوال عن باقي الجياد. المحاولة من قبل وكيل ولكن جاءت متأخرة بالإضافة إلى ماستر في برازيل، ولكن الصدارة مع رقم 9 أنهار إلى المركز الأول. المركز الثاني وكيل، ثالث المراكز ماستر في برازيل، رابع المراكز بريزنبو، وخامس المراكز يبدو لي أن كان الجواد إسبريتو.
تابعنا وإياكم انطلاقة الشوط السادس للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الخامسة. وصول أنهار بشعار الملك المهندس حسن علي العبد الملك للمركز الأول، إشراف المدرب ديبي ماوتن وبقيادة الخيال جيفرسون سميث. ألف مبروك المركز الأول في سادس أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة، ونبارك للمهندس حسن علي العبد الملك الفوز الثاني على التوالي في أمسية اليوم. نبارك في هذا الشوط للمهندس حسن علي العبد الملك ألف مبروك الفوز في سادس أشواط أمسية اليوم. أنهار للمركز الأول نقلة نوعية من المركز الثامن في آخر مشاركاته، واليوم نراها في منصة المركز الأول. الله يبارك فيك ديما. نعم، الفرس عنيدة جدا جدا جدا، ما قدرنا صراحة نحطها في الطريق الصحيح، يمكن أول ركضتين ثلاثة فأخذت وقت كم سباق لما هدت شوية، زي يمكن ما لاحظتي تدخل القيد حتى من غير خيال لأنها وايد نيرفز، وتوه في بداية المشوار، فالحمد لله اليوم نشوف أن الأمور صارت طبيعية ونبتدي نحصد منها إن شاء الله الحين. ألف مبروك، تقديراتك مهندس للسباقات القادمة؟ والله إن شاء الله جاهزين قدر المستطاع، يعني ما عندنا خيل وايد صراحة خاصة لسباق سعادة الشيخ جوهان، ولكن نحاول بالموجود ان نكون في المنافسه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، شكرا لك. العفو. سادس الاشواط متابعينا الكرام لصالح المهندس حسن علي العبد الملك، اشراف المدرب ديبي ماوتن وبقياده الخيال جيفرسون سميث عبر اجواد انهار. المراكز الخمس المتقدمه الاولى مع الزميله شام. And the official results for the sixth race of the evening, the winner, horse number 9, Anhar, El Majdin Hassan Ali Abdul Malik, trained by Debbie Mountain, ridden by Jefferson Smith. Second horse number 7, Wakil, Omar the Injaz Stud, trained by Jihad Lahmed, ridden by Pranil Kharat. Third horse number 1, Master of Brazil, Omar Mr. Hamad bin Abdurrahman bin Hamad Al Atiya, trained by Jasim Al Ghazali, ridden by Marco Casamento. Fourth horse number 4, Brazen Bow, Omar Safala Suwaid Al Ajmi, trained by Mohamed Al Ghazali, ridden by Luke Edlozier. And in fifth place, horse number 14, Espirito, Omar Alpha Mama Racing, trained by Mohamed Hussein, ridden by Ivan Rossi. أندرا، انطلق الشوط السادس من هذه الأمسية، شوط الخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الخامسة على مسافة 1200 متر، انطلاقة متأخرة للجواد سيذرن ماتشومان. نشوف الصدارة والمركز الأول الآن مع الجواد رقم 12، لدينا تاريخ في الصدارة. المركز الثاني مع بريسكو للسيد معتز عيسى برشم إلى الصدارة الآن. المركز الثالث والتقدم يأتينا من قبل رقم 15 يبدو لي، أو الجواد بالفعل، لدينا الجواد بريزن بو في المركز الثالث، والاندفاع يأتينا من قبل شعار السيد حسن عبد الملك أنهار لحسن عبد الملك في المركز الرابع، بينما الاندفاع يأتينا أيضا من
الجواد سذر ماتشمان وبريق الثمامة يبدأ بالتقدم. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، الصدارة والمركز الأول مع أنهار إلى الصدارة وإلى المركز الأول، بريسكو في المركز الثاني، المحاولة تأتينا من قبل سبريتو في المركز الثالث، ولكن الجواد أنهار على الصدارة وعلى المركز الأول بفارق 4 أو 5 طوال عن باقي الجياد. المحاولة من قبل وكيل ولكن جاءت متأخرة بالإضافة إلى ماستر في برازيل، ولكن الصدارة مع رقم 9 أنهار إلى المركز الأول.
The feature race of the evening, the 1200 metre Al-Karana Cup, Karara Cup, a race for the pure Arabian, a conditioned race, racing for a purse of 100,000 rails. 11 runners in the race. Horse number one, Shigardi, Al-Mosr Nasser Sharida Al-Kabi, trained by Mohammed Khalid Lahmed, ridden by Alberto Sana, and will carry 60 kilos. We'll start at gate number one. الشوط السابع كأس الخرارة للخيل العربية الأصيلة رقم واحد شجاردي الملك السيد شريدة بن ناصر الكعبي المدرب محمد خالد الأحمد الخيال ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة الأولى. To Azad Nafs, Omar Sabaya, Awad Ibrahim, trained by Mohammed Khalid Lahmed, ridden by Hugo Besnier, and will carry 59 kilos. We'll start out of gate number 9. الثاني عزت نفس المالك السيدة صبحية عوض إبراهيم المدرب محمد خالد الأحمد الخيال هوغو بنيه والانطلاقة من البوابة التاسعة. 3 AGS Berlin, Omar the Algerian stud, trained by Mohammed Hamad Khalifa Latia. Ridden by Stefan Mazur and will carry 58.5 kilos. We'll start out of gate number 4. الثالث AGS Berlin, الملك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية. Stefan Mazur والانطلاقة من البوابة الرابعة. 4 Marid Al Jazra, Omar the Al Jazra stud, trained by Mohammed Al Ghazali. Ridden by Ivan Rossi and will carry 57.5 kilos. We'll start out of gate number 11. الرابعة مارد الجسرة المالك السادة مربط الجسرة المدرب محمد الغزالي الخيال إيفان روسي والانطلاقة من البوابة الحادي عشر. 5 AGS Al Ard, Omar Al Ghazali stud, trained by Jasim Al Ghazali. Ridden by Marco Casamento and will carry 57 kilos. We'll start out of gate number 8. الخامس AGS Al Arid, الملك السادة مربط الغزالي، المدرب جاسم الغزالي، الخيال ماركو كازامينتو والانطلاقة من البوابة الثامنة. 6 Pozuelo P, Omar Mohammed Khalifa Al-Suwaidi, trained by Hamid Al-Jahani, ridden by Thomas Lukasek, and will carry 57 kilos. We'll start out of gate number 6. السادس Pozuelo P, الملك السيد محمد خليفة السويدي، المدرب حمد الجهني، الخيال توماس لوكاسك، والانطلاقة من البوابة السادسة. 7 Tama, Omar Ahmed Mubarak Al-Kuwari, trained by Zahir Mohsen, ridden by JP Guillaume, and will carry 57 kilos. We'll start at gate number 2. السابع طامح المالك السيد أحمد مبارك الكواري المدرب سهير محسن الخيال جيبي جمبير والانطلاقة من البوابة الثانية. 8 مدراس أومي غزوان ريسينج تريما هادي رمزاني ريدا ماي إبراهيم نادر and will carry 55.5 kilos. We'll start at gate number 3. الثامن مدراس المالك السادة غزوان ريسينج المدرب هادي الرمزاني الخيال إبراهيم نادر والانطلاقة من البوابة الثالثة. 9 راكي أوندن تريما الحسن من علي الماتوي ريدا ماي متب علي المري and will carry 54 kilos. Start out of gate number 5. التاسع راقي الملك والمدرب السيد حسن بن علي المطوي الخيال متعب علي الصعاق المري والانطلاقة من البوابة الخامسة. 10 يزق خان أمس الحمدان محمد الكواري تريم انجينير محمد الكواري ريدر ماي جوسيبي كولتورو and will carry 54 kilos. We'll start out of gate number 10. العاشر يزق خان الملك السيد حمدان بن محمد الكواري المدرب المهندس محمد راشد الكواري الخيال جوسيبي كولتورو والانطلاقة من البوابة العاشرة. 11 نوماس آل شجاع أوند أن تريم وزن حسن بن علي بن حسن الماتوي ريدر ماي برانيل خرات and will carry 52.5 kilos. We'll start out of gate number 7. الحادي عشر نوماس الشجاعة الملك والمدرب السيد حسن بن علي المطوي الخيال براني الأرفند والانطلاقة من البوابة السابعة. 11 من الجياد العربية الأصيلة منافسة على مسافة 1100 متر في سابع أشواط أمسية اليوم لقب كأس الخرارة. كل التوفيق لجميع المشاركين، تابعوا معنا انطلاقة ختام أمسية اليوم.
إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، آخر أشواط الأمسية مع الخيل العربية الأصيلة كأس الخرارة على مسافة 1200 متر. 11 جواد في هذا الشوط، الاسم الأبرز هو الجواد شيقردي للسيد شريدة بن ناصر الكعبي، بالإضافة إلى اي جي اس برلين. بعدهم عندنا ربما الجواد اي جي اس العارض وأيضا مارد الجسرة. الجد الآن تأخذ مواقعها في البوابة، راقية الآن إلى بوابات الانطلاق، بالإضافة إلى اي جي اس العارض وأيضا رقم 11 الجواد اللي هو نوماس الشجاعة. طامح ورقم 6 بوسيلو بي، وآخر الجاد الآن في البوابة رقم 4 اي جي اس برلين، على عكس اخر مشاركة لها كانت في البوابة 10. ربما اليوم تساعدها او يساعدها عامل البوابة، راح نشوف. لكن الجواد الابرز هو في البوابة رقم 1 ايضا شيقردي لشريدة بن ناصر الكعبي، وهنا مدراس الى بوابة الانطلاقة والجاد جاهزة. أندر أوف، انطلق الشوط الأخير في هذه الأمسية كأس الخرارة، انطلاقة موفقة للخيل العربية الأصيلة الإنتاج محلي. نشوف الصدارة والمركز الأول بين الجاد المرشحة طامح الآن على المركز الأول، بينما اي جي اس برلين في المركز الثاني، شيقردي في المركز الثالث، المركز الرابع مع اي جي اس العارض، خامسا يأتينا الجواد اللي هو مارد الجسرة، بينما عزة ناس في المركز السادس، راقي في المركز السابع، ومدراس في المركز السابع. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول، نشوف الصدارة من قبل الجواد اللي هو طامح على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولات تأتينا من قبل شيقردي في المركز الثاني في وضع اليد حتى الآن، واي جي اس برلين من الجهة الخارجية، بينما لا يزال الجواد مارد الجسرة في وضع اليد من الجهة الخارجية، يبدأ الآن بالتحرك، الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة مع طامح في المركز الأول وفي الصدارة، بينما المحاولات تأتينا من قبل شيقردي على الجهة الداخلية، عزة نفس ومارد الجسرة، ولكن الصدارة بين شيقردي وطامح على المركز الأول والثاني. شيقردي يغير ويخطف الصدارة ويخطف المركز الأول، طامح في محاولة قوية، طامح وشيقردي على المركز الأول، المحاولة من قبل طامح مرة أخرى، طامح إلى كأس الخرارة، طامح إلى الصدارة وإلى المركز الأول إلى هذا الشوط الأخير وكأس الخرارة للجواد طامح. شيقردي في المركز الثاني، اي جي اس العارض في المركز الثالث، ونشوف وياكم باقي المراكز. ولكن الصدارة والمركز الأول مع أبو محسن، مبروك مبروك يا أبو محسن، ألف مبروك هذا الفوز والانتصار في الشوط الختامي لكأس الخرارة، تهانينا وألف مبروك. Yeah.
بطل أمسية اليوم طامح للمركز الأول، بطل كأس الخرارة للخيل العربية الأصيلة، وصول طامح بشعار السيد أحمد مبارك أحمد الكواري، إشراف المدرب زهير محسن، وبقيادة الخيال جيبي جامبير. ولدان ألف مبروك المركز الأول في ختام أمسية اليوم بشعار السيد أحمد مبارك الكواري والمدرب زهير محسن. نبارك في هذا الشوط للمدرب زهير محسن. زهير ألف مبروك المركز الأول، بطل كأس الخرارة للخيل العربية الأصيلة طامح. شهدنا منافسة جدا جميلة بين طامح وشيغاردي، ولكن قدر جيبي جامبير يسيطر على هذا الشوط للمركز الأول. الحمد لله رب العالمين على هذا الفوز. طبعا طامح بداية سباقاته ما كان في الفورمة، اليوم في الفورمة الحصان وأدى أداء جيد والحمد لله رب العالمين. ألف مبروك، تفضل على التتويج. الله يبارك فيك، شكرا. متابعينا، ختام أمسية اليوم لصالح الملك السيد أحمد مبارك الكواري، المدرب زهير محسن، وبقيادة الخيال جيبي جامبير عبر أجواد طامح. تابعوا معنا تتويج الفائزين بكأس الخرارة للخيل العربية الأصيلة. أندروف، انطلق الشوط الأخير في هذه الأمسية كأس الخرارة، انطلاقة موفقة للخيل العربية الأصيلة لإنتاج محلي. نشوف الصدارة والمركز الأول بين الجد المرشحة طامح الآن على المركز الأول، بينما اي جي اس برلين في المركز الثاني، شيغاردي في المركز الثالث، المركز الرابع مع اي جي اس العارض، خامسا يأتينا الجواد اللي هو مارز الجسرة، بينما عزة ناس في المركز السادس، راقي في المركز السابع، ومدراس في المركز السابع. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول. نشوف الصدارة من قبل الجواد اللي هو طامح على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولات تأتينا من قبل شيغاردي في المركز الثاني في وضع اليد حتى الآن، وإي جي أس برلين من الجهة الخارجية، بينما لا يزال الجواد مارد الجسرة في وضع اليد من الجهة الخارجية، يبدأ الآن بالتحرك. الخط المستقيم
يستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة مع طامح في المركز الأول وفي الصدارة، بينما المحاولات تأتينا من قبل شقردي على الجهة الداخلية، عزة نفس ومارد الجزرة، ولكن الصدارة بين شقردي وطامح على المركز الأول والثاني. شقردي يغير ويخطف الصدارة ويخطف المركز الأول، طامح في محاولة قوية، طامح وشقردي على المركز الأول، المحاولة من قبل طامح مرة أخرى، طامح إلى كأس الخرارة، طامح إلى الصدارة. تفضل السيد عبد العزيز جاسم البوعنين مدير مجمع العقدة للفروسية لتتويج الفائزين بكأس الخرارة للخيل العربية الأصيلة. جيبي جامبير الخيال الفائز في أمسية اليوم، ولدان، يتفضل ليتسلم كأس الخيال الفائز. نبارك للمدرب زهير محسن، يتفضل المدرب زهير محسن ليتسلم كأس الفوز، الفبروك تستاهل. نبارك للملك السيد أحمد مبارك الكواري، يتفضل السيد مبارك أحمد الكواري يتسلم كأس الخرارة للخيل العربية الأصيلة، الفبروك الفوز. وصورة تذكارية تجمع الفائزين في أمسية اليوم. جي بي جمبير عبر جواد طامح بشعار السيد أحمد مبارك الكواري، إشراف المدرب زهير محسن وكأس الخرارة للخيل العربية الأصيلة. بهذه الصورة التذكارية مشاهدينا وحضورنا الكريم نختم معكم أمسية اليوم، على أمل أن نراكم بعون الله تعالى في الأسبوع، على أمل أن نراكم غدا متابعينا وحضورنا الكريم. كانت معكم ديمة رشيد، إلى اللقاء.